أردن ميلي مدير مهرجان أكادير الدولي للألعاب السحرية. إذا المهرجان ديالنا في هذا العام كان وصلوا للدورة السادسة ديالو، والمهرجان بعد عام وعام كيحقق إنجاح كبير كبير، لا بالحضور ديال مجموعة ديال الفنانة، لا بالحضور الجماهيري اللي كنشوفوا اليوم عندنا حفل الافتتاح. وبطبيعة الحال كنشكروا ضيف الشرف ديالنا ديال هذه السنة، هو جانا من جمهورية مصر، هو هاني شو. طبعا عندنا ماجيسيان جانا من سوريا، عندنا دي ماجيسيان اخرين جانا من المغرب، طوني ماجي، سهيل عبد العظيم، وعندنا هشام باكي اللي كيمثل مدينه اكادير. وبطبيعه الحال ما غاديش ننساو المشاركه ديال سيمو ماجيك اللي جانا من القصر الكبير. اذا بطبيعه الحال كنقولوا للناس مرحبا بكم، والدوره ديال المهرجان كنصلوا فيها السادسه، حيت علاش كانوا عندنا دورات كثيره وكثيره كثيره بزاف اللي بطبيعه الحال لقينا فيهم صعوبات بزاف، واللي الحمد لله بحكم الدعم ديال المسؤولين ديال المدينه كنشكروا الجامعه ديال المدينه الجامعه الحضاريه مدينه اكادير وجمعيات تسمسه. وبطبيعه الحال ما غاديش ننساو الشكر الخاص للمجلس الجهوي للسياحه، وبطبيعه الحال الشكر الخاص لزوم نيوز اللي كنشكرها على الاعلام ولا التغطيه الصحفيه اللي كتعمل هنا هذا المهرجان في الدوره ديالو. اذا شكرا لكم وتبارك الله عليكم. طوني ماجي ساحر مغربي، تعرفت من خلال برنامج عربز غوت تالون اللي تأهلت فيه حتى النهائيات المهرجان الوطني للالعاب السحريه في الدوره السادسه ديالو. الحمد لله الاصدقاء ديالنا ديال محترف ايادي الخفه اللي هي الجمعيه المنظمه ديال هذا الفيستيفال كتانفيتيني الحمد لله في جميع الدورات، وكل دوره انا كنجيب الجديد، وكتبقى عندنا واحد السنه اللي هي هذا الافتتاح ديال هذا المهرجان اللي كنكون دائما حتى هو حاضر فيه. كنشكر مره اخرى كاع الجهات المسؤوله على انجاح هذا المهرجان، لان الفكره كيفاش جات بدات بسيطه، وهي اليوم في دورتها السادسه غنعطيوها بواحد المثل شعبي ولا بواحد المثل اللي هو بسيط، الى غير شي وليد دابا تزاد من بدايه المهرجان حتى دابا غيكون كيقرا في التحضيري، لان هذا المهرجان راه هو الوحيد على صعيد المغرب ديال لا ماجي، واللي باقي رغم العراقيل رغم الظروف. وكنحييو مره اخرى اللجنه المنظمه وكل من ساعد من قريب او بعيد على انجاح هذا المهرجان. معكم عبد العظيم سويل ماجيسيان اي شامبيون دو ماروك ان 2017. تم استدعاء ديالي لهذا العام هذا باش نشارك في غالا شو للفيستيفال انترناسيونال اكادير، ونتمنى تكونوا نهار السبت في الليل في قاعه ديال ابراهيم الرادي. نتسناكم.